أنه الكل يفصح عن نفسه في هذا السياق الأممي. كانت موريتانيا تفصح عن نفسها من خلال خطاب رئيس الجمهورية الذي قدم نموذج زاوج بين الهم الخاص الموريتاني والهم العام الإفريقي. في هذين السياقين تنزل خطاب رئيس الجمهورية ليعطي رؤية عن موريتانيا التي تسمى في الأدبيات الغربية الحالية بالناجي الوحيد من سلسلة اضطرابات وإشكالات حقيقية ضربت المنطقة نتيجة لما حصل في دول الساحل من إشكالات يقصر المقام عن تتبعها كرونولوجيا. بطبيعة الحال كان هذا الخطاب تأسيس لنموذج موريتاني أساسه السلام، أساسه الحوار، أساسه ثقافة التعايش من أجل مستقبل أفضل. كان الحوار أو كان الخطاب في سياقه الخاص هو تعبير عن وجهة النظر الموريتانية في سياقاتها وسياقاتها الإقليمية والدولية، بمعنى موريتانيا التي تؤسس نقاشها على ثقافة الأيادي الممدودة، الأيادي الممدودة سواء كان في الجيران الأقرب أو في سياقها العالمي. في سياق آخر كان ذم اهتمام أيضاً تناغمت فيه موريتانيا مع إفريقيا ككل، وهو إشكالية الديون المطروحة بشكل كبير للأمة الإفريقية نتيجة لتراكمات تاريخية ونتيجة لإشكالات في الحكامة الرشيدة كانت يعني تطبع بميسمها السيستم أو النظام الإفريقي ما قبل يعني حالة الوعي المتجددة في إفريقيا التي تتلمس طريقها للخلاص من إشكالات وقيود سابقة للاستقلال وما بعده. إذن الحديث عن الديون التي يعني تثقل كواهل الأفارقة كان أحد السياقات المهمة في هذا الخطاب الذي كما قلت كان في المحفل الأممي ومطبخ صناعة القرار الدولي وهو الأمم المتحدة، حيث يصنع القرار العالمي وتنتج السياسات. إذن أعتقد أن تنزل الخطاب في هذا السياق كان ذا أهمية كبرى. وبالعودة إلى ربط المقال بين الدبلوماسية بما بين الدبلوماسية والإعلام من اتصال، أعتقد أن موريتانيا في هذا السياق بحاجة إلى بلورة رؤية إعلامية مواكبة للسياسات الموريتانية ينسق من خلالها الإعلاميون مع الدبلوماسيين. وبحكم يعني اهتمامي بالنموذج الإسباني، ثم نموذج في إسبانيا يسمى ماركا إسبانيا. هذا النموذج هو خليط بين الدبلوماسية والإعلام، يؤسس على تقديم رؤية إسبانيا للعالم في سواء كان في خطابتها في الأمم المتحدة أو في أدبياتها السياسية. إذن أعتقد أننا محتاجون إلى ما يشبه ماركة موريتانية تزاوج بين الدبلوماسيين والإعلاميين في سياق يعني تقديم صورة موريتانيا حين تفصح عن نفسها في الأمم المتحدة ومن خلال خطاب رئيس الجمهورية. وبما أن العجالة تكاد تكون ميسم هذا المساء كما قال يعني الدكتور شعيب، فأعيد له يعني الحوار، أعيد له يعني الميكروفون في حالة كان ذم أسئلة ونقاش لكي لا أطيل على المؤتمرين، وشكراً.